السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وهذا الوقت المتأخر من الليل أن تعطينا سؤلنا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم بلغنا الخير والبركة والتيسير بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من كان منا مريضا فشافيه وعافيه وداوه. اللهم إنك قلت وقولك الحق، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم الطف بنا أجمعين، الطف بنا فيما جرت به المقادر، فإن عبادك المستضعفين. اللهم ارزقنا جميعا رزقا حسنا طيبا مباركا، وأنت القوي العزيز ارزقنا قوة وعزة نستعين بها على تدبير شؤون حياتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا من لطفه بخلقه شامل وخيره لعباده وصل وستره على عباده سابل، اللهم لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وأمنا من كل ما نخاف. يا الله يا الله، لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وأمنا من كل ما نخاف. اللهم يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي. اللهم يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، أنت أقرب من كل قريب وأكرم من كل كريم وأجود من كل جواد وأحفظ من كل حفيظ. اللهم لا فرج إلا فرجك ولا لطف إلا لطفك، تفرج عنا كل هم وغم وكرب. يا الله يا الله يا الله، يا عفو يا غفور، يا حنان يا منان، يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم يا رب بارك لنا في أولادنا وفي بناتنا واجعلهم من الناجحين الفالحين الصالحين، وبارك اللهم في زوجاتنا واجعلهن صالحات مؤمنات طيبات طائعات هينات لينات. اللهم يا رب وبارك لنا في كل أحبابنا، وارحم أمواتنا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، وأسكنهم يا مولانا في جنات الفردوس أجمعين، وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفسير الأحلام باختصار، قاعدة عامة، الأحلام أنواع ثلاث، هناك الأحلام من الرحمن، وهناك الأحلام من الشيطان، وهناك أضغاث أحلام. 90% هي أضغاث أحلام، مما نراها في يومنا هي أضغاث أحلام، هي حديث النفس، أن الإنسان الدماغ دياله يستقبل يوميا العشرات بل المئات بل الآلاف من الصور الذهنية، فالذهن يمتلئ بحال واحد لاباغاي فيها واحد لاكاباسيتي اللي هي يا ميموار ديالها محدودة، ولكن ملي كتعمر بزاف كدير سوبريمي. فهكذا كيوقع للدماغ، الدماغ ملي كيعمر 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 كيعمر، ملي كنعسو راه النوم رحمة، النوم نعمة، راه بحال كيوقع الريباراسيون،
ديال الجسم كله، لهذا خصنا نعسو مزيان، والنعسو مبكرين ونفيقوا مبكرين. والنوم العميق اش كيوقع فيه؟ ريباراسيون ديال الجسد كله، البصر والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والسكري وضغط الدم كله كيتقاد في النوم. النوم علاج، ومن بينه ان الدماغ اللي فيه الذاكره لا ميموار عامره بزاف بالمعطيات كيبدا التفريغ التفريغ التفريغ. بالنهار كيكون الشحن الشحن الشحن، بالليل التفريغ التفريغ التفريغ. هذا كيتسمى اضغاث احلام، كتكون صور ذهنيه غير متناسقه، ما ندوهاش فيها، اعطيها اللامبالاه. هذا هو التفسير ديالها، اللامبالاه، ما تسوقش ليها. 10% اللي بقات جزء منها فيها الرؤيه من الرحمن، الله كيبشر المؤمن كيعطي واحد البشاره ديال الخير، باش اما كيشوف راسه غادي للحاج يطير في السماء غادي للحج، كيشوف راسه مثلا يشرب الحليب انه على الفطره السليمه، كيشعر راسه بانه كيقوم بالحصاد انه غادي يعطي الله رزق وفير جزاء ما عمل من خيرات، وهكذا. احلام طيبه كتسمى الرؤيه من الرحمن، وكاينه الرؤيه من الشيطان، هذيك فزع، هذيك نستعيذ بالله منها. الرؤيه من الشيطان كيكون ابليس بالنهار كيدير لنا الوسوسه، يخلعنا كيخوفنا، كتسمع الوسواس نهار كامل وكتك افكار ذهنيه اللي هي خبيثه وهي دائما فيها تصورات وانطباعات سيئه، ناري غنموت، ناري غيجيني الفقر، ناري مرض كورونا غيشد في ولادي، ناري غادي يوقع ليا كذا، هذه كله تخوفات ووسوسه شيطانيه ما ديهاش فيها. فالنهار دير لها اللامبالاه، وفي الليل كيعاود يرجع عندك ابليس وكيعطيك احلام ورؤى اللي فيها خوف وهلع باش يزيد يخوفك، كيزيد يعذبك مره ثانيه. شنو هو العلاج منها؟ هو اننا نستعيذ بالله منها، نقول اللهم انا نعوذ بك من شر ما رايت. اذا رايت رؤيا مخيفه كنت ناعس على الشق الايمن نختلف الى الشق الايسر او العكس، نبدل الشق ديالي في النوم، ثم نرفع يدي بجوج ونقرا قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس 3 مرات، وانفث فيهما وامسح بهما جسدي كله، واقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما رايت، نقول 3 مرات، ونصلي على سيدنا النبي حسن الحصين، وفي الصباح نصدق واحد الصدقه، ربي كيبعد عني البلاء كله والباس. وهكذا غتكون الرؤى المناميه سهله ومهله، خصوصا الرؤيه اللي هي من الرحمن، هذيك بشاره المؤمنين. الله تعالى اذا احب عبدا بشره بالرؤيه ديال الخير، كما وقع لسيدنا يوسف عليه السلام، قال اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤيا على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. فكانت الرؤيا ديال سيدنا يوسف بعد 50 سنة، غنشوف سيدنا يوسف في الاخير اش غادي يلقى؟ غادي يلقى بان 11 كوكبا هما خطوب 11، والشمس والقمر هو امه وابوه، ملي غيشوفوا بانه ولا هو المتصرف في شؤون البلاد بجانب ملك مصر العظيم، سجدوا له، كان سجود تحية كما كذا في دينهم وشريعتهم. فرأى ذلك المشهد قبل 50 سنة، رأى المشهد وهو صبي صغير، ولما كبر وصار في 60 من عمره سيدنا يوسف سجد له إخوته وأبوه وأمه، وشاف هذا المشهد. هذا إخبار بشارة بالمآل. كذلك في قصته مع الملك لما قال رأيت 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، الى ان قال وسبع سموات خضر واخرى يابسات. هذاك عطى التخطيط الاقتصادي السباعي، ما يسمى بالادخار ثم الاستهلاك، عطى مخطط سباعي في ادخار واستهلاك لتدبير شؤون الاقتصاد. فكانت هذه رؤيه مباركه من عند سيدنا يوسف عليه السلام، والهم تفسير الاحلام، وهو علم طويل، من اراد ان يفسره لابد ان يكون عنده علم بالقران وبالسنه وبالفقه وبالمقاصد وباصول الفقه، بطريقة الإيماء والإشارة والعبارة والدلالات المختلفة، الدلالات اللي هي معروفة في علم الأصول وهي متعددة، زائد نور رباني يقذفه الله تعالى في قلب العبد المؤمن، ويعطى ما يسمى بتفسير الأحلام. هو ليس علم قائم بذاته، هو هبة من الرحمن، علم زائد هبة نورانية. فنسأل الله تعالى أن نكون جميعا من الصادقين، فمعذرة لنا ملكة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.